نجمة الأرض، نوع من أنواع عشبة اليانسون، وتنتمي للفصيلة الخيمية، كما تطلق عليها عدة مسميات أخرى، ومنها الباديان واليانسون النجمية. يرتفع ساقها إلى نحو لا يزيد عن 50 سنتيمتر، وتحتوي على نسبة تصل إلى 3.5% من الزيوت الطيارة. وتدخل في تركيب اليانسون بكل أنواعه البروتينات والأملاح المعدنية وغيرها، فتمد الجسم بها. هذه النبتة تصنف من النباتات مغطاة البذور، وتنتشر في المناطق الجنوبية من أوروبا والوطن العربي وتركيا وسوريا واليابان وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية وشرقها. يشار إلى أنه قد جاء ذكرها في المخطوطات الفرعونية في الوصفات العلاجية، وتنحدر أصولها من بلدان آسيا كالصين والهند. Elle est connue sous le nom la badiane ou la lanis. C'est qui la badiane? Non, quand même. De qui caras 60 mètres large. Parce que tu y as misérien le cas où il y a. Alors, c'est le hang il est gaz ou elle même le goût ce qu'on a ça c'est le goût la lani. هذه النبتة واحدة من أنواع التوابل التي تضفي نكهة طيبة على الطعام، وتعتبر أيضا من الأحشاب العطرية، فهي تتميز بمذاق رائع، وتستخدم بالدرجة الأولى للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، ويكون ذلك بمضغها عند الشعور بالرغبة في تدخين سيجارة. وتعتبر ثمار نجمة الأرض هي الجزء الوحيد الذي يمكن الاستفادة من النبتة، إلا أنه في بعض الحالات يمكن استخلاص زيت الطيار منها والاستطباب به، كما يمكن للإنسان تناول هذا التابل على شكل مشروب ساخن بأخذ ملعقة من اليانسون وإضافتها إلى الماء المغلى وتركه ينقع قبل شربه، أو حتى مضغ قطع منه دون غلي أو نقعه. On peut la mettre dans les poissons, certaines soupes. Mais tu me cherches cette zone. Tu gardes quelque chose là, dans les juste la romnins. Donc moi, je vais mettre net, c'est juste. Elle va donner l'arôme. Mais les poissons, ça aromatise les plats. Malgré que je suis pas un chef de la cuisine, mais un petit peu. Bon, les épices, c'est une chose qu'on ferme dans. من الافضل باش يكثرش منهم با دي باسي سيتان دوز بازم واحد بازم يشرب ان غران فير ولا لا يشرب ان تي فير باسكو النهار كامل هو صايم الكور تاعو صافي داير الي فابل و الي اجان دونك كيما هذا حار ماذا بيا ياكل بعد الماكله بعد ما يريح حد ان دومي ولا ان غرب بعد ما يريح ياكل ما يشرب منه شويه يعرقوا ينحلوا واسمو تاع بهذاك وكاع. لنجمة الأرض فوائد طبية عديدة، فهي علاج شاف للإنفلونزا، وتخلص الجسم من أمراض الجهاز الهضمي، كما تعتبر مطهرا ومهدئا للمعدة، وتقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام، وتعالج بعض حالات الروماتيزم، وتخلص من بعض أنواع الصداع، وتساعد على طرد الغازات، ناهيك عن فائدتها في تقوية الجهاز الهضمي لدى المسنين، وتؤدي دورا مهما في تهدئة الأعصاب، بالإضافة إلى أنها تزيل انتفاخ البطن وتساعد على إدرار اللبن لدى المرأة النفساء. بعض الأحيان نحن ننصحهم بايزم كيجي دوموندي برودوي يقول بايزم هذا نستعمل اسكو نستعمل في هذا الشيء ونستعمل نستعملوش نقولوا لا ها هو يفيد او شو يفيد دي فوالا يكون عندهم المشتري عنده معلومه يجي ديكتوم يقصد هذاك المنتوج هذا مي في بعض الاحيان احنا بايزم نوجهوهم نعطيهم نصيحه نقول لهم هذا المنتوج اللي يفيدكم اللي فيه الفائده فيه الصحه للجسم
ياخذون كاين ياخذون الراي كاين ما ياخذوناش الراي كاين صافي يتقبلوا النصيحه هذيك كاين واحد اخرى ما يتقبلوش النصيحه اي تابع كثر منه ما يكونش مليح لصحه الانسان. حسب المختصين هناك انواع من اليانسون النجميه يعتبر ساما جدا، وهو اليانسون النجمي اليابانيه الذي يؤدي الى الحاق الضرر بصحه الانسان فيصيبه بالتشنجات ويضر بجهازه الهضمي.